السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. جملة من الأخبار المهمة اللي صارت اليوم حبيت نسلط عليها الضوء. أخبار خطيرة، أخبار أمنية، حجز أسلحة، في أخبار يعني تهم الأمن في تونس، وكذلك مستجدات وجديد التحركات الاحتجاجية اللي صايرة ولا اللي باش تصير في الأيامات الجاية. خلينا نبدأ بأخبار تهم الصحة. وما أدراك ما الصحة والمؤسسات الصحية في تونس. أخبار على أنه وفاة البنش ولا فقدوا مادة البنش في مستشفى شرنيكول في تونس العاصمة. الإدارة الجهوية للصحة بتونس انفيت اليوم مراج من شائعات على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص فقدان مادة البنش من مستشفى شرنيكول في تونس، وقالت أنه مش صحيح اللي صار. ووقت اللي خرج الأخبار اللي خرجت قالت أنه ما فماش ورق لكتاب تقرير طبية، مواد ما فماش، ما هيش متوفرة، ولكن تقول انه المواد الكل يعني اللي ريمور اللي خرج تقول ما فماش، والإدارة الجهوية للصحة في تونس قالت اللي كل المواد متوفرة في جميع الهيكل والمؤسسات الصحية في تونس. به هذا بالنسبة للخبر. الخبر الثاني في باردو، كارثة حقيقية في باردو، احتراق منزل بالكامل. وحدات الحماية المدنية في تونس تمكنت من إخماد حريق اندلع اليوم في منزل بالكامل بمنطقة رأس الطابية في معتمدية باردو. السبب شنو هو؟ سقوط أسلاك كهربائية على المنزل هذا بسبب الرياح. الحمد لله ما سجلناش أضرار بشرية ولكن خسائر يعني مادية فادحة، وهذا حسب ما أكدته الحماية المدنية في تونس. في أخبارنا الأخرى تتعلق اليوم بحجز، أو خليني أقول لكم قبل كل شيء، تحركات نهار الاثنين الجاية لعمال عمال الحظائر باش يعملوا تحرك وطني نهار الاثنين الجاي. ساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بانتدابهم وتسويت الوضعيات متاحهم. قالوا انه الحكومة ملتزمتش بالوعود متاحها، ما سويتش الوضعية متاع عمال الحظائر اللي عمرهم من 45 وبين 55 سنة، وتقول انه المؤشرات اللي حسب ما قاعدين نسمع ونشوفه ما فماش اعتمادات في ميزانية الدولة لتسويت وضعيات عمال الحظائر، وبالتالي حسوا بالخطر نوعا ما وبداوا باش يتحركوا. خليني نمشي لكم لي بعض الأخبار الأخرى واللي هي على غاية من الأهمية. قبل ما نعطيكم الحجوزات والأخبار الأمنية خليني أقول لكم بأنه رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي يأكد اليوم بأنه فما شبهات تعذيب وسوء معاملة في تونس، ويقول هذه ممارسات موجودة ومتواصلة خاصة في مراكز الإيقاف. شكون اللي قال الكلام هذا؟ هو رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس فتحي جراي. يقول الجراي بأنه فما عديد الإشعارات اللي تتويتر على الهيئة بخصوص التعذيب وسوء المعاملة، وأكثر بلاصة تصير فيها الحاجة هذه يقول هي مراكز الإيقاف. يقول الهيئة قامت بإحالة إدارية ل600 ملف إلى جانب 100 ملف أو 100 إحالة قضائية ضد أعوان أمن تقدمت ضدهم شكايات في هذا الغرض. به نمشيو الى الاخبار الامنيه اللي صايره في بلادنا اليوم. شو الحكايه اللي صارت في تونس تحديدا في منوبه؟ اقتحام مقر الكنا، وحدات مسلحه تقتحم مقر الكنا. شنو اللي صار؟ شنو تلهينا شويه تلقانا في ماتش اليوم وصارت برشا اخبار. فمقر الكنا في ولايه منوبه تعرض لاقتحام من طرف قوات خاصة للحرس الوطني، مدججين بالسلاح، لابسين أقنعة سوداء كقول، وهذا أثار رعب وهلع وخوف في صفوف المواطنين والموظفين اللي كانوا متواجدين في الكنا. وقتاش صارت الحكاية هذه؟ صارت نهار الجمعة اللي فات 18 نوفمبر 2022. إذاعة موزايك وحسب المصادر متاحة تأكد بأنه الأمر يتعلق بخطأ في المكان. جيوا ماشيين لبلاصة دخلوا على الكنا، وتقول أنه الوحدة هذه كانت تقوم بعملية بيضاء، في حين
قررت الإدارة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض إنها تقوم بالتتبعات القانونية ضد الأطراف المسؤولة، خاصة وإنه لم يتم الإعلام المسبق للسلطة المختصة بالكنا وزارة الشؤون الاجتماعية إيش معناها وكيفاش تعمل مداهمة مسلحة ولبسين أقنعة سوداء وسلاح مدججين به. الإدارة فيها موظفين وفيها مواطنين، لا في علمهم الموظفين والإدارة ولا في علمهم المواطنين، معناها حالة من التطور. أنت تصير لك الحكاية دي دونك رعب بأتم معنى الكلمة. معناها لكنا قررت بأنها تقوم بالتتبعات القانونية اللي اسمها وتقول هذا مش معقول. نجي إلى خبر آخر على غاية من الأهمية هذية، اللي هو حجز أسلحة، حجز أسلحة في المنطقة العازلة. اليوم تشكيلات عسكرية، دونك ضربة عسكرية كبيرة لقوات الجيش الوطني والقوات المسلحة، تشكيلات عسكرية تشتغل في المنطقة الحدودية العازلة، تمكنت من إيقاف سيارة تهريب. كل يوم سيارة تهريب ماشية جاية في المنطقة هذه. استعملت الوحدات العسكرية إشارات التوقيف السمعية والمرئية شيء، واستعملت إطلاق وتم إطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الفضاء، وتم إيقافها سيارة التهريب هذه. شنو فيه محملة، ركزوا مليح في الرقم اللي باش نقوله، محملة ب199 بندقية صيد عيار 12، يعني حوالي 200 بندقية صيد عيار 12، كمية كبيرة من السجائر المهربة. وجراء الحدث اللي صار ومعني الوحدات العسكرية قامت بإيقاف سيارة تهريب هذه، السائق معناها واللي معاه اللي راكبين في الكاميون هذه لذوا بالفرار، رجعوا في كرهبة أخرى. يعني المهربين، وهذه معلومة للجميع، تبدأ اللي فيها مثلا السلعة اللي مهربة يبدأ فما كيشف قدامه وبشي ما هو، لا إذا كان شدهم الحاكم يهربوا. هذوما كيف شدهم الحاكم وسلموا معناها في الكهرباء، هبطوا يجريوا مشيوا للكهرباء الأخرى، هربوا في الكهرباء الأخرى، عادوا أدراجهم على متن السيارة الثانية. في هذا الخصوص النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس تعهدت بالموضوع، وتم تسليم البضاعة المهربة للمصالح الديوانية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وتم تأمين الأسلحة النارية لدى مصالح وزارة الدفاع الوطني، وتم حفظ السيارة اللي تم استعمالها في العملية هذه في التهريب لدى الوحدات العسكرية على ذمة القضاء في انتظار استكمال الأبحاث اللي معناها مش أول عملية تهريبية، ولكن اللي تهدف معناه لكشف خيوط وشكون هم الأطراف هذوما وشكون اللي دخل في 200 بندقية صيد كاملة، اش يعملوا بها ولشكون ماشية وشنو هالسلاح اللي داخل عبر المنطقة.